اختتم الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع مشروع القرى الرياضية للموسم 2023-2024 في المارينا كريسنت، الذي نظمه الاتحاد بدءا من شهر ديسمبر من العام الماضي وحتى شهر يونيو من العام الجاري. ونظم الاتحاد مشروع القرى الرياضية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة في ساحة مشرف وساحة الصليبقات ويوم الكويت الرياضي، واختتمها في المارينا كريسنت. وتضم القرية الرياضية العديد من الفعاليات والألعاب الرياضية والإلكترونية بمشاركة كافة أفراد المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة. ويهدف الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع برئاسة محمود آبل إلى ممارسة كافة أفراد المجتمع للرياضة على يد مدربين متخصصين في غالبية الألعاب الفردية والجماعية واللياقة البدنية والصحية. اليوم سعداء نشوف في القرية الرياضية هذه الأنشطة وهذه البرامج الترويحية الترفيهية اللي أيضا توطد العلاقات الرياضية الاجتماعية بين أفراد المجتمع. وإحنا يعني نوصي باستمرارية مثل هذه الفعاليات خاصة خلال فترة الصيف، إن الأنشطة البحرية وإن تكون خلال الفترتين، فترة العصر وفترة المساء، إن تزيد مثل هذه الفعاليات إن تكون ثقافية اجتماعية ترويحية رياضية، لأن فترة الصيف فترة جدا طويلة. مساكم الله بالخير أخواننا، طبعا ATV مشكورين على حضوركم وتغطيتكم فعاليات نهائي القرى الرياضية اللي الحقيقة تمت على مدى 6 شهور تقريبا. وإحنا اليوم طبعا جينا بالختام بالقرى الرياضية، ومثل ما تشايفين اليوم استراتيجية اتحاد الكويتي رياضة الجميع بأن نوصل الرسالة للمجتمع الكويتي بالرياضة الترفيهية الترويحية اللي تأتي بطريقة غير مباشرة وتشجع من ممارستها من أجل الصحة العامة. وجودنا اليوم بهذا المكان الجميل بالمارينا، حبينا أن نختم ختامنا في هذه القرى بعد ما رصدنا القريتين الرياضيتين السابقتين، وإن شاء الله القادم راح يكون في نفس هذا المستوى بأن يكون هناك تخصيص أنشطة رياضية للمجتمع. ومثل ما أنتم تعرفون إحنا مو هدفنا ربحي، اليوم كل الأمور والأدوات والمعدات حاضرة من خلال ما تم وجود الشركة المنفذة لهذه المشاريع. إن شاء الله تكون استراتيجية الهيئة العامة للرياضة بصفة عامة والاتحاد أن تتحقق في مثل هذه الأنشطة.